نخبركم على انه ولايه امن اكادير على غرار باقي ولايه امن المغرب، ووفق واحد الاستراتيجيه امنيه لوضع السيد المدير العام الامن الوطني حسب خصوصيه كل ولايه لحيده. اكادير كذلك تحظى واحد الاهميه كبيره على اعتبار انه اكادير مدينه سياحيه تيجيو لها السياح الاجانب، السياح المغاربه، الناس المحليين. مدينه جميله، مدينه سياحيه بالدرجه الاولى، دونك تضرب واحد الاهتمام واهتمام كبير من جهه السيد المدير العام الوطني. الترتيبات الامنيه اللي تدار تتوضع بواحد الشكل اللي هو استراتيجي معقلان في المكان والزمان. الترتيبات اللي هي قاره، الترتيبات اللي هي ظاهره، الترتيبات اللي هي متحركه، الترتيبات اللي هي خفيه، تتهم توزيع المعقلان لجميع لي فورس على جميع القطاعات، سواء القطاعات السياحيه اللي تتحظى بواحد الاهميه صراحه كبيره على اعتبار تكون تجمع تاع المواطنين، تكون تجمع تاع السياح، تكون ترتيبات امنيه على مستوى باقي القطاعات والمحاور السياحيه والممرات السياحيه، التجمعات السكنيه، المدينه ككل، الامتداد تاع المدينه على اعتبار على انه مدينه اكادير ماشي غير اللوكال، راه كاينه تيكيوين، كاينه انزكان، كاينه انزا اللي هو امتداد تاع مدينه اكادير، دونك جميع القطاعات تكون فيها واحد التغطيه اللي هي جد 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 موثقه، تتخذ فيها الاعتبار الظرفيه الراهنه، تتخذ فيها الظرفيه تاع نهايه السنه، باش ان شاء الله الرحمن الرحيم الزائرين سواء الاجانب ولا المغاربه الساكنه المحليه باش تحظى بالامن والامان ويكون عندها ذاك الاحساس بالامن. احساس بالامن دابا الا درتو وراك ما حضرتو معنا الرسوم بلومون شفتو المجموعه من التشكيلات الامنيه اللي هي جزء من ما تم ولا سيتم توظيفه. راكم درتو في المدينه وشفتو الترتيبات اللي هي ديجا موضوعه ما يمكنش نجيبوها كلها هنايا، دونك الترتيبات راه كاينه سور بلاس، غادي ترتيبات اضافيه فيها التشكيلات الامنيه المعتاده اللي هي الحضاريه، دوائر الشرطه القضائيه للاستعلامات العامه كذلك المرور، فيها التشكيلات اللي هي تخصصيه فكلاب مدربه للسندوكريم ليكواد الدراجيين، يعني فيها لاباك فقه محاربه العصابات، يعني كاين جميع التخصص، كل شيء خارج جبل الشاي العام، كل شيء على اوبا على استعداد باش ان شاء الله الرحمن الرحيم هذه الاحتفالات الظروف دوز في ظروف امنه. المدير العام الوطني بالتنسيق معهم وجدوا لنا وهيئوا لنا جميع الظروف باش ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون التغطيه كي قلت لكم تغطيه متكامله، لا من ناحيه العنصر البشري، لا من ناحيه اللوجيستيك، عدد السيارات، الدرجه الناريه، ليكواد، يعني جميع لي جيلي، جميع ما يلزم الشرطي باش يقوم بمهام تاعو في ظروف مزيانه. كان كذلك العنايه الخاصه بالموظفين تاع الامن الوطني، على اعتبار هذه الليله ان شاء الله الرحمن الليله شويه طويله، ولكن كان واحد الاعداد اللي هو اعداد نفسي، راه شفتوا باش خرجتوا راه الهدف لانه كتكون شي امور صراحه انتم تبقى محترفين، رغم انه كاين شي امور ما تقالش لكل شيء، كان واحد الاعداد نفسي للشرطيين تاعنا باش يكونوا باش يخدموا حتى هما في اريحيه، باش حتى هما يكونوا على خاطرهم، كل شيء يكون على خاطره، لانه تعرفوا العنصر البشري راه واحد الفاعل اساسي في تنفيذ واحد الخطه واحد الاستراتيجيه الامنيه.